أهلا بكم في التفاصيل. الساعة الثانية تبدأ سودانية إذ أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرات دعا إليها تجمع المهنيين في عدد من مناطق العاصمة والولايات. وبحسب متابعات الحدث شهد حي بري في الخرطوم وحي العباسية في أم درمان خروج المئات من المتظاهرين في المواكب التي دعا إليها التجمع وقوى تحالف الحرية والتغيير تحت شعار موكب الحرية والتغيير. يأتي ذلك بالتزامن مع أداء رئيس الوزراء المكلف محمد طاهر إيلا وأعضاء حكومته اليمين الدستورية. إذن أعضاء الحكومة الجديدة في السودان أدوا يمينهم الدستورية أمام الرئيس عمر البشير. رئيس الوزراء محمد طاهر إيلا قال إن الحكومة شكلت بالتشاور مع عدد كبير من الأحزاب والتنظيمات والحركات، مؤكدا أنها ستركز على معالجة قضايا الخبز والنقد والوقود، إضافة إلى الاهتمام بمعالجة الأزمة الاقتصادية ومحاربة الفساد والتهريب وتطوير العلاقات التجارية مع دول الجوار. حكومة كفاءات في السودان أو هكذا أطلق عليها، لكن دون مفاجآت. 21 وزيرا و18 وزير دولة، غالبيتهم وجوه كانت تشغل حقائب في الحكومات السابقة مع تبديل المواقع. الخبز والنقود والوقود، تلك هي وعود الحكومة الجديدة التي أدت بالفعل اليمين الدستورية أمام البشير. أمام ردود فعل الشارع والأطراف السياسية، يأمل محمد طاهر إيلا رئيس الوزراء أن يحدث تغييرا، فالرجل أبدى تفاؤلا بمعالجة القضايا، خاصة مع تأكيده أنه تم تشكيل الحكومة بالتشاور مع عدد كبير من الأحزاب والتنظيمات والحركات. حكومة الكفاءات التي تم الإعلان عنها وصفها الرئيس البشير بأنها تستمد صفتها من نجاح عناصرها في تجارب سابقة. وبالتزامن مع كل هذا الحراك السياسي ووجود نحو 100 حزب سياسي في السودان بين معارض وموال، خرجت تظاهرات حاشدة في جميع مدن الخرطوم تطالب بإسقاط النظام، وتعامل معها الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع والاعتقالات. عبر الهاتف من السودان نتحدث إلى وزير الداخلية السابق الدكتور أحمد بلال عثمان. مساء الخير مع الوزير وأهلا فيك بحدث اليوم. إذن الحكومة الجديدة تغير بالوجوه، ليس تغيرا كبيرا بالوجوه، عفوا تغير بالمناصب، ولكن تكرار بالوجوه، رغم أنه الداخلية يعني ذهبت إلى شخص آخر الآن. ما رأيك، لأي مدى هي قادرة على أن تفعل ما يبدو أنكم لم تفعلوه؟ يعني حملت الحكومة السابقة مسؤولية أنها لم تقم بما كان يجب القيام به. أولا مسألة الحكومة حملت، هذا غير صحيح، لأنه في نهاية الأمر المسألة بالنسبة للحكومة هي، نعتقد أنها الآن هي حكومة مؤقتة. لماذا؟ وحكومة مهمات أكثر من أي حكومة أخرى. السبب بسيط، نحن في تقديرنا أنه الحكومة الآن التي شكلت حكومة مؤقتة جدا. لماذا مؤقتة ومؤقتة جدا؟ نقول لك تفضل. نحن بصدد إجراء حوار كبير يضم كل الممتنعين والمعارضين، وبعد إرسال السلام سوف نصل في هذا الحوار إن شاء الله إلى توافق كامل، وربما نتفق على في المستقبل على حكومة انتقالية في السودان بمدة يحددها المتحاورون، تقود البلاد إلى بر الأمان، وبالتالي تنتهي حالة التوتر الموجودة حاليا. يعني حضرتك تضع الفشل كان مصير حتمي لهذه الحكومة؟ لا. ماذا إذا؟ ولم أقول ذلك يعني والحكومة هذه شكل حكومة كفاءات حقيرة وحكومة غير محاصصة. يعني أوكي. الحكومة ليست محاصصة بين أحزاب مشاركة، ونحن قد وافقنا على ذلك. رئيس الجمهورية يشكل هذه الحكومة بكيفية التي تأتي بأشخاص يعني
يقودون المرحلة الحالية. وفي هذا يعني بالنسبة لنا نعتقد أن أي شخص من الحكومة السابقون والحاليون نعم. كفاءة كبيرة، ونحن قد اتفقنا على معايير هذه الكفاءة، فالمسألة ليست هي يعني بمسألة فشل أو مسألة كذا. نعتقد أن الأزمة الآن الحالية الموجودة هي أزمة اقتصادية، أزمة سياسية. في الأزمة الاقتصادية إجراءات كثيرة مضت الآن، ونحن سوف إن شاء الله نخرج من هذا. الأزمة السياسية تنتهي بحوار جامع وشامل كبير يضم كل الفعاليات السياسية. حضرتك تحصر المشكل بأنه أزمة اقتصادية، هي بدأت كأزمة اقتصادية لكنها على ما يبدو إن كان من خلال القرارات التي اتخذتها الرئاسة أو من خلال أداء الحكومة تحولت إلى أزمة كبيرة بين السلطة والشارع. لماذا ترى بأن هي في حقيقة الأمر التوصيف الحقيقي أن هنالك بعض الأشخاص أو هنالك بعض يعني بالنسبة لنا الآن ما يقود المظاهرات هو تجمع المهنيين، وتجمع المهنيين بالنسبة لنا هو يعتبر تجمع شبحي لا غير معروف، كل أوامره تأتي من الخارج وليس من الداخل، وهو وجد حصانا مسرجا وركب على ظهره. الأحزاب السياسية بأجمعها الموجودة في الداخل ليست مع تجمع المهنيين، ولكن هذا الحراك انتهى ناحية أخرى ثانية ويحاول أن يقود السودان إلى معركة صفرية، يعني لا حوار لا تفاهم وإضغاط، وحتى الإضغاط هو إضغاط وبس. أنا أعتقد أنه هذه غمزة في المجهول. لا أحد الآن في السودان والصوت الراشد وصوت الحكمة في السودان لا يدعو إلى ذلك، وكل الأحزاب السودانية ولربما آخره الذين تحدث إلى الحدث هو السيد صادق المهدي رئيس حزب الأمة من الذين يعني يدعون إلى الحوار ويدعون إلى جمع الكلمة وعدم المخاطرة في ذهاب بهذا الشكل. الذين يقودون ما يسمى بتجمع المهدين لا يرغبون في الحوار، يرفضون الحزاب جملة وتفصيلا، يرفضون الحكومة وهكذا، وهذا غير سليم يعني. طب ما رئيس الحكومة يقول بأنها أتت بالتشاور مع كافة الأطراف والأحزاب. نعم، هو هذا ما أتى. نحن بالنسبة لنا تشاورنا ووافقنا، ونحن كمكونين للأحزاب فوضنا رئيس الجمهورية ليشكل هذه الحكومة بهذا الشكل، ونحن راضون تماما عن هذا التشكيل. يعني لا أحد إيه، بس أنا لم أفهم هل هي حكومة كفاءات أو حكومة سياسية؟ هي في الحكومة السابقة على فكرة هي حكومة كفاءات أيضا. الكفاءات بالنسبة لنا معايير، وضعنا هذه المعايير واتفقنا عليها كأحزاب. يعني بمعنى أنه في كفاءات بأحزاب محددة فقط، يعني أحزاب المحاضرة، أحزاب المحاضرة، الأحزاب وأحزاب المعارضة ما فيها كفاءات. المعارضة الآن هنالك بعض الأشخاص الذين دخلوا هذه الحكومة ليسوا من أحزاب الحكومة وليسوا حتى لديهم أحزاب، مستغلون. يعني في عدد من الذين دخلوا هذه الوزارة مستغلون تماما، ليست لديهم أحزاب. نعم، المسألة ليس فيها محاصصة من هذا الحزب وذاك الحزب. نعم، بدي أتشكرك شكرا جزيلا معالي وزير الداخلية السابق الدكتور أحمد بلال عثمان، كنت معنا عبر الهاتف من الخرطوم، شكرا لك. في الأثناء كشف جهاز الأمن عن مخططات تهدف إلى إراقة الدماء وخلق الفوضى في السودان. الفريق جلال الدين الشيخ طيب نائب المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات قال لقد تم ضبط أسلحة تستهدف القيام بتصفية داخل صفوف المتظاهرين، مجددا التأكيد على حرص السلطات على أمن البلاد وعدم السماح بأن تتم مثل هذه الأعمال. كما كشف الفريق جلال وضع الأجهزة الأمنية يدها على أموال موجهة للخلايا التخريبية، واحدة في ولاية القضارف وأخرى في ولاية سنار. وفي أشير طبعا إلى أن البريكزيت من جديد يواجه نكسة جديدة بهذا التصويت، حيث المشرعون صوتوا ضد أربع تعديلات تخص بريكزيت، وهي تعديلات يعني ربما ليست بكثيرة لكن هي ما استطاعت أن تتوصل إليه رئيسة وزراء تيريسا ماي مع الاتحاد الأوروبي. يبدو بأنه أيضا هي مرفوضة حتى الآن كما فهمنا.
على كل سودانيا أيضا في مقابلة سابقة مع الحدث قالت نائبة رئيس حزب الأمة المعارض طبعا مريم الصادق المهدي إن الأمن استخدم أساليب مهينة ومذلة في عملية اعتقالها عندما تعرضت لها مع أعضاء آخرين في التظاهرات التي خرجت ضد قانون الطوارئ بما في ذلك رش المتظاهرين بمواد خطيرة للغاية. قانون الطوارئ فتم الإمساك بنا بصورة طبعا مهينة ومذلة ورشونا بمواد لا ندري ما هي لكن كانت بتعمل نوع من الحرقان في على الجلد يعني وبعد ذلك قدمنا مباشرة لما أسموها بمحاكمات الطوارئ التي أنجزت بسرعة كبيرة وتم الحكم علي واثنين من زملائي من الحزب وهم من المحامين الأستاذ أسامة والأستاذ إبراهيم تم الحكم علينا بالإدانة لأننا شاركنا في موكب سلمي وحكم علينا بالسجن لمدة أسبوع وبالغرامة 2000 جنيه اللي هي حوالي 30 دولار الغرامة التي أعلنت بوضوح أني لن أدفعها ولن أدعم حكومة الفساد ولكن كانت ستنتهي يوم السبت لكن تم تقديم استئناف تم النظر فيه بالأمس ومحكمة الاستئناف رأت أن تكتفي من العقوبة بالأربع يوم التي قضيناها في السجن بعد طبعا فتح سجل إجرامي لنا نحن الآن جميعا مسجلون مجرمين في دولة حكومة البشير تم عمل فيش لنا وتشبيه كأي مجرم سارق. من الخرطوم ينضم إلينا السيد حامد علي نور العضو في قوى نداء السودان. مساء الخير سيد حامد وأهلا فيك بحدث اليوم. الأمن الآن يقول بأنه يراقب ويضبط خلايا تخريبية، هذا الموضوع إذا كان صحيحا هو خطير جدا، وإذا لم يكن صحيحا وأنا لا أشكك ولكن أفترض، هذا يعني بأن التظاهرات ربما تواجه تحدي جديد مع السلطات الأمنية أم ماذا؟ أهلا وسهلا مرحب. أهلا فيك. درج هذا النظام كلما يدخل في مأزق وفي مشكلة وفي تحدي من المعارضة أن يختلق أمرا ما ليلهي الناس عن الأزمة الحقيقية التي يواجهها. هذا النظام كلما مر بمثل هذه الأزمة يتهم جهات أخرى إنها تمكنت من القبض على أسلحة وعلى مجرمين وما إلى ذلك. أنا أشك شكا مشروعا تماما، فقد حدث قبل هذا في بداية الانتفاضة أن أتهم حوالي 280 من شباب دارفور بأنهم يتبعون لعبد الواحد وأنهم تسلحوا وتدربوا في إسرائيل وأنهم بصدد أن يرتكبوا جرائم وحرق ودمار أو تدمير في المظاهرات التي بدأت، ولكن سرعان ما يعني أدرك شعبنا هذا الأمر وبسرعة شديدة كانت الهتافات تصيح يا عنصر يا مغرور كل الشعب دارفور، فسحب جهاز الأمن هذا الاتهام. الآن وزارة الداخلية وجهات أخرى في جهاز الأمن يتهمون أنهم قبضوا أسلحة وهذه الأسلحة ستوجه إلى المتظاهرين لقتلهم واغتيالهم وما إلى ذلك. هل الهدف من ذلك أولاً لتخويفهم؟ هل يخيفكم ذلك من سيناريو ما يحضر ونحن أيضاً سنكون أمام ربما يوم آخر يحشد له في التظاهرات غداً؟ البتة لا يخيفنا ذلك، وإذا حدث إنما سيحدث من قبل الحكومة وهي تعمل وكأنما هناك آخرين يعدون لهذا الأمر. هذه بداية لمجزرة جديدة لشعبنا خلال مظاهرته وخلال انتفاضته وخلال ثورته من أجل إجهاض هذا الأمر وإلصاق هذا الأمر بجهات أخرى، وتعمل الحكومة وكأنما هي في بصدد حماية المتظاهرين الذين يقفون في وجهها. هذا الأمر لا يمكن أن يمر علينا، ونحن لا نخاف من هذا الاتهام ولا نعتقد أن هناك من له مصلحة غير الحكومة في أن توجه السلاح في صدور المتظاهرين أو أن تغتالهم أو أن تصطادهم من مناطق أخرى. هذا أمر لا يمر علينا ولا نشغل بالنا به. أنا لا أقصد إن كان يخيفكم أن يعني يقدم الأمن على توجيه أي
يعني نيران دوت كوم وهذا يثنيكم عن التظاهر، لم يكن هذا قصدي. قصدي كان فكرة الخلايا التخريبية والسلاح وما إلى ذلك أن يتم استعمالها ضدكم، بمعنى تظاهرات مخروقة، هناك من يحاول حرفها عن مسارها، وبالتالي نحن مضطرون لاستعمال القوة في ذلك. بالضبط هذا ما تسعى إليه الحكومة، لا شك في ذلك، لا شك في ذلك. ولكننا نؤكد أن لا جهة أخرى غير الحكومة تستهدفنا، هذا أمر يجب أن يكون واضحا. أما الحكومة، أما الجهات التي تتعامل معها بشكل واضح، حينما أقول الحكومة أعني هذه الحكومة الموجودة وحزبها المؤتمر الوطني والأحزاب المتعاونة معها. هذا حديث استطيع أن أؤكده، ويبقى ما أكده بشكل أو بآخر وزير الداخلية السابق، وهو يعلم تمام العلم مثل هذه الأمور، واتهامه لجهات أخرى بأنها يعني تتآمر أو لا تساوي شيئا. إن كان المعارضة كانت لا تساوي شيئا، فما الذي يزعجهم؟ ولماذا تبديل الحكومات وتغييرها كل مرة وأخرى؟ هذا أمر لا أعتقد أن له أساس ولا نهتم به كثيرا. طيب هل بالنسبة للأحزاب المعارضة أو لحركات الشارع، هل ممكن أن تعطوا هذه الحكومة فرصة، أو تعتقدون بأنها حكومة فشلت قبل أن تبدأ بالنسبة لكم؟ يعني هي نفس الحكومة، لا ليس ثمة تغيير في الحكومة، نفس الطاقم، 80% من الوزراء هم نفس الوزراء أو الذين تبوأوا مواقع أخرى في السابق، ليس لها أي برنامج، لا نعرفها عما كانت حكومة كفاءات، ليست حكومة كفاءات على الإطلاق، ليست هناك ولا كفاءة واحدة في هذه الحكومة يمكن لشعبنا أن يعتمد عليه. هذا أمر منتهي، وهذا أكده حتى التوأم السيامي لحزب المؤتمر الوطني، حزب المؤتمر الشعبي، وأكد أن هذه الحكومة ليست حكومة كفاءات، وإنما حكومة كفوات، هذه كفوة وليست كفاءة، كفوات وليست كفاءات. فلا ننتظر شيئا على الإطلاق، ولا مجال للحوار مع هذه الحكومة، ولا مع التي قبلها ولا مع التي بعدها، طالما أن رأس الدولة وطالما أن النظام الحاكم موجود بشكله الحالي، لا مجال للتفاوض مطلقا. الحل الوحيد في مواجهتنا لهذه الحكومة هي إسقاطها، وهي أن ترحل وإلى الأبد. هل بدرت أي بوادر، أي إشارات من الحكومة الجديدة بأنهم يريدون أن يتحاوروا معكم أصلا؟ هكذا ظلوا يقولون دائما وأبدا، ونحن لا نعتمد. هذه الحكومة لها عهود كثيرة ولها وعود كثيرة جدا، لكنها لا تنفذ شيئا. محاولة لإيجاد متنفس لها حتى تستطيع أن تفعل شيئا آخر. أما وأن تدعو لحوار، فالحوار الذي قادته الحكومة وبقيادة رئيسها مباشرة، هذا الحوار فشل فشلا ذريعا. والآن أكثر من 23 حزب من الذين كانوا يكونون ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني انسحبوا منها وانضموا للمعارضة، وأصبحت الحكومة بعد انسحاب كل هذا العدد من كيانها تسمي نفسها حكومة كفاءات. لا كفاءات على الإطلاق، ولا تغيير في جسم الحكومة ولا في برامجها، وليس لها برنامج على الإطلاق. الأزمة أزمة سياسية، والأزمة السياسية هذه لا تحل إلا بذهاب هذه الحكومة. هل سيكون شكل الغد خاصا فيما يتعلق بتحركاتكم مع كل هذه الأجواء هذا الأسبوع؟ نحن نثق في شعبنا وفي جماهيرنا، وقبل أن تأتي هذه الحكومة لم يكن هناك من يعرف رئيسها ولا أعضاء مجلسها العسكري ولا غيرهم من أولئك الذين تعاملوا معها وظلوا يتعاملون معها على مدى 30 عاما الماضية. عانينا فيها ما عانينا وتعبنا ما تعبنا، وكلكم تشهدون على هذا الأمر. نعم. نحن طيب. نرى أن شعبنا قادر تماما على تكوين حكومة انتقالية والقيام بمهام المرحلة الانتقالية، وقد أعدت العدة إلى ذلك تماما. نعم. وعدت السياسات البديلة في كل مجالات
الدستور الانتقالي والدستور الدائم والسياسات البديلة الاقتصادية والإسعافية وما إلى ذلك، ونحن ننتظر وقوف كل القوى الخيرة في العالم وفي الإقليم العربي والأفريقي وكل دول العالم أن يقف مع شعبنا بعد هذه الإهانات والمذلة التي عشناها على مدى 30 عاما. شكرا جزيلا لك السيد حامد علي نور العضو في قوى نداء السودان، كن ضيفنا من الخرطوم، شكرا جزيلا لك.